الكره جزاء فرصة جول جول والهدف من جانب فريق الرجاء الرياضي. هاولو يرتدي شباب المهاجمين. التسجيل اولا قبل ان يعود الرجاء الرياضي عن طريق هاولو ليتمكن من هز الشباك. كره للجهه اليمنى للحسنية تمريره داخل منطقه الجزاء والراسيه كره الجول جول 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 جول. ركز كما يجب. هذا المتولي يتقدم هدف بيتينام يتقدم بيتينام يتلقى إشارة التنفيذ هدف معروف أنه يسدد بقوة فعلا شادو يتقدم فيفيو بشكل جميل وبكر الهلالي يسجل هدف زكريا الهاشمي زوين معروف يصد يتلقى هذه الكرة المدافع الراس تنفذ ضربة الترجيح الرقيب الإشارة إبراهيم تضيع ثوية تنفذ بهذه الطريقة بالمقام الغالي زوين العروبي جول جول دفاع الحصري الجديدي بطل لكأس العرش. دورة ثمانية بينما لدينا كرة فرصة جول جول رجاوي فعل الجول يا دور فريق التوكالي أم يفعل حميد حداد يتقدم حداد عبد الرحيم الشاكيري سدد رائع يتقدم فابريس يسجل يا جور يتقدم الفيلر يتصدى يتقدم بمعمر يتقدم بدر بنون يسدد رائع سليتي عدودي سليتي يتصدى مبروك مبروك للرجاء الرياضي اللقب لقب كاس العرش. نعم الكاس الثامنة تدخل لخزائن الرجاء الرياضي. اتجاه جواد ودوش جواد 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 الهدف الاول الهدف الاول للفريق العسكري. قلت انه كان قريب في اكثر من مناسبه من تسجيل الاول ونجح في ذلك. يسجل الهدف الاول الهداف عام 2005 جواد ودوش ومناصر الجيش الملكي يحتفلون باغلى انتصار. وباي طريقه بأي طريقة بالطريقة التي سنتابعها من زوايا تختلف شمس الدين الشطيبي يستعيد التنفيذ شمس الدين ينجح في التسجيل يتقدم العسكري ينجح في التسجيل بالتنفيذ متولي يسجل فعلا العسكري البقالي يتقدم البقالي يسجل لفريق الرجاء البيضاوي يسجل حمار يستعد للتنفيذ يسجل هذه المرة يستعد للتنفيذ حمزو
يسجل ياسين الكردي هدف ياسين الصالحي هنا فدا ياسين هدف.